دلوقتي. البلاك جروب هوم كانوا زمان، اكتبوا الجمله دي اللي انا عايزكم تعرفوها، زمان كانوا بيسموه يونيفرسال دونر. كلمه دي بقى انا عايزكم تطبقوها. يعني يونيفرسال دونر؟ معطي عام، عارف يعني انا هتبرع بدمي لاي حد ايا كان. بس الكلام ده اكتشفوا حديثا من 10 سنين تقريبا. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ اكيد في المحاضره سمعت جمله مهمه. لا، اكتبوا الجمله دي. ان الاي بلاد جروب ايه فيها نوعين، اي 1 وحاجه اسمها اي بي. دي يا جماعه لازم تكتبوها. البلاد جروب ايه مفيش حاجه اسمها ايه وخلاص. اي 1 او اي 2. الاي 1 ده ممكن يتفاعل الدم بتاعه مع الانتي بادي بتاع الاي 2 مثلا او بتاع الاو بتاع اي حاجه ثانيه. الموضوع حاجه اسمها سب جروبس. عايز الجمله دي بقى تتفهم. يعني ايه سب جروبس؟ مفيش حاجه اسمها ايه وخلاص. يعني انا لو فصلت الدم ايه؟ انا ايه؟ وعملت حاجه وانت عايز تفرعني بدمك وانت فصلتك ايه؟ ما ينفعش تديني دمك على طول. لازم نعمل تيست الاول او اختبار قبل نقل الدم ده. يمكن انا عندي اي 1 وانت اي 2 ويحصل تفاعل بين دمي ودمك. بين قصد ايه؟ يبقى اهم حاجه عايزكم تعرفوها السب جروبس. بس هو او اصلا ما عندوش ادفنتج، ما عندوش تمام. ده معنى ان مفيش معتبر ايه او بي. لا، هي الفكره دلوقتي ان هم لما جم اكتشفوا قالوا ان الاي فيها سب جروبس. طب انا مش ضامن، طب ممكن يكون الباقي فيه سب جروبس ولا ما فيهوش. فهنعمل تيست نضحك له دلوقتي. يبقى دلوقتي ادي التايب بتاعتنا عندنا او اي بي اي بي. فده زمان كانوا بيقولوا يونيفرسال دونر. طب اسال سؤال، طب الاي بي يقدر يستقبل دم من اي حد ولا لا؟ طب انا طب ما دي نسميه اس، ما دام بستقبل هسميها ريسيبيانت. اكتبوا الكلمه ريسيبيانت جايه من كلمه ريسيف. يعني ايه يا جماعه ريسيف؟ مستقبل. انا اقدر استقبل. سؤال، وانا بستقبل الدم من اي حد معنى كده ان انا عندي انتي بادي ولا ما عنديش؟ طالما انا ما عنديش انتي بادي مضاد للدم اللي انا هستقبله ممكن استقبل منه، يعني مش هكون ضده تفاعل. فهمت قصدي؟ يبقى الثاني ده الانتي الاي بي نو انتي بادي. الكلام ده معروف جدا وكلنا عارفينه. ايه الجديد بقى اللي اتقال السنه دي؟ كلمة يا جماعة انتيجين دي ليها مرادف كلمة تانية، حد عارف؟ بصوا بقى ابيوتينوجين. اكتبوا الكلمة دي، الكلمة دي مهمة جدا. الانتيجين الكلمة التانية بنفس معناها العلمي ابيوتينوجين. الكلمة دي ليه بقى يا دكتور مهمة؟ انتوا داخلين على امتحان نص السنة اكيد في يناير، فات ده ولا نزل؟ فامتحان نص السنة بقى بتجيب ام سي كيو. زي ما شفتوا في امتحان الاسسمنت كده يجيب لك الجمله دي في الام سي كيو. يعني هما دايما يحبوا يجيبوا كلمه ابيوتينوجين. طب ايه اللي يخليني ما انساهاش؟ انتيجين اخر ثلاث كلمات حروف ايه؟ يا جماعه جن. طب ابيوتينوجين الاثنين دول ماشيين مع بعض. طب يعني ايه يا دكتور بقى معنى الكلمه؟ كلمه جلو عارفين معناها ايه بالعربي؟ سم. اكتبوا دي بقى جلو معناها سم. طب ايه علاقه القصه او السم بالحوار؟ انتيجين لما بيمسك في الانتي بادي تقدر تفصلهم مع بعض؟ ما تقدرش. ان التفاعل ده حاجه اسمها اير ريفرسبل. يعني ايه؟ لا يمكن يرجع تاني، يعني مش ممكن افكهم تاني وارجعهم لاصلهم. انتيجين وانتي بادي بقوا واحده واحده. فقال الانتيجين اللي هيمسك في الانتي بادي كانهم لذ او سم. ابيوتينوجين. طب الشيء الشيء يذكر. طب الانتي بادي ادي اسم ده. برافو. بصوا ابيو بعد ما نقول ابيوتينوجين اقول ابيوتينين. يا جماعه اكتبوا الكلمه دي ابيوتينين. اتفقنا ان الكلام ده مهم. دي بقى ثلاثه الامتحان. لما يجيب لك الاو مثلا يقول لك الاو هاز نو ابيوتينوجين، صح ولا لا؟ صح. ما فيهوش انوجين. لكن اقول لك الاي بي ما فيهوش ايه؟ ابيوتينوجين. ابيوتينوجين. انت معايا؟ ركز وانت بتحط الاختيار الصح. دي البدايه بتاعتنا. يبقى قلنا التايب
فهمنا فكره عامه. تعالوا بقى نقول النقطه رقم 2 في السكشن التست العملي. تبقى معايا بس دي المقدمه. هنقول بقى البراكتيكال. الاو ممكن يدي بي بي بس في شرط بقى. هنعمل تيست كروس ماتش. ما ده اللي انا لسه قلت منكم ان انت لسه هنعمل تيست الاول قبل نقل الدم. عارف حاجه زي المقابل. هنشوف الكلام دلوقتي هنعمل ايه. اي بي دي تعتبر تفصيله لوحدها. يعني مش عارف مش ايه وبي. لا انا فضلت اي بي. فممكن تديني بس ليها اسم معين لسه هتقول. بصوا بقى اكتبوا معايا الجزء العملي في البراكتيكال. ايه اللي هنعمله في الامتحان العملي بتاع اخر السنه؟ بصوا بقى الامتحان العملي بتاع اخر السنه هيجيب لك سلايد شريحه عليها هتشوفوها دلوقتي وهتعملوها النهارده سكشن. هيتعلم الكلام ده. وهنشوف شكل التفاعل الاسري. السلايد دي بيجيبها لك وبيجيب لك جنب السلايد ثلاث ازايز. ارسموا بقى معايا المنظر. ثلاث ازايز هتكون جاهزه. ازازه لونها ازرق وازازه ثانيه لونها ابيض وازازه لونها اصفر. دورك في الامتحان تحفظ كل لون يمثل ايه. محدش هيقول لك في اخر السنه اللون ده بتاع مين؟ طب يا دكتور ايه الالوان دي؟ وانت عايز تقول ايه؟ الازازه اللي لونها ازرق تمثل انتي ايه؟ يبقى هنا هنطلع ده ايه؟ اكتبوا الكلام ده. يا جماعه الكلام ده هيتحفظ. هجيب لك نقطه داتا احطها على السلايد. شوف الكلام ده ازاي؟ الازرق يمثل مين؟ انتي ايه؟ طب اسال سؤال وتردوا عليه. المعلومات تمام. لو انا فصيله دمي ايه؟ فصيله دمي ايه؟ هل عندي انتي في دمي ولا انتي دي؟ برافو. لان انا لو كان عندي انتي وانا عندي ايه انتي كان يحصل بينهم ايه؟ يا جماعه رياكشن وتفاعل. يبقى بالتالي لو انا فصيله دمي ايه انا عندي في دمي انتي بي. لكن ايه اللي انت بتقوله ده؟ دي حاجات متحضره. يبقى الانتي جاي ايه؟ طب الابيض يمثل حاجه اسمها انتي دي وهنتكلم عليه لوحده بالتفصيل. الانتي دي اللي هو الار اتش حاطين ريسس. فانتم هتقولوا طب والاصفر يمثل انتي دي. شايف صعوبه؟ الانتي يكون جاي جاهز. ايه اللي بيحصل؟ الفني دلوقتي هيجيب الانتي للطلبه وبالاطار عليه زي ما انتم شفتوه في السكشن اللي فات الدراما. هيدي النقطه كده نقطة على الطرف هنا. نقطة دي لونها ايه؟ الوزن. يحط لك نقطة دلقة على طرف للسلايد. نقطة دلقة على الطرف. ونقطة ثانية بتكون صفرة على الطرف الثاني. ونقطة بتكون هنا بيضة في النص. يبقى أنا دلوقتي عندي كام نقطة أحطها؟ ثلاثة. نقطة دلقة، نقطة بيضة، نقطة صفر. هو اللي بيحطها لك بالتروبر بالقطار. كلام عادي. دلوقتي النقطة دي فيها انتي فاضي ولا لا؟ أنا علشان أشوف في تفاعل ولا لا؟ ناقص إيه على انتي فاضي؟ الأنجين. الأنجين ده يجي منين؟ من دم بقى. إيه الخطوات اللي إحنا هنعملها؟ اكتبوا بقى معايا الخطوات. أول خطوة لازم تعور صباعك الكبير. بريك ذا ثامب. لازم هتعور الصمم. النهارده هتشك صباعك. يعني هتشك. مفيش فيها تفاهم. هنشك صباعنا ازاي؟ الكلام يا جماعه عنك لازم نكون عارفين. طبعا الدنيا دلوقتي بردت. وحتى لو في الامتحان برضه الناس اعصابها سيمباتيك بيعمل ايه بالظبط يا زلمه؟ فازكول ريفليكشن. فانت متوتر وقلقان. دكتور ما عنديش دم قلقان. طب اعمل ايه؟ دلوقتي ده ما عنديش دم دلوقتي اعمل ايه؟ اول حاجه هدف ايدي يا جماعه ركزوا معايا. اول حاجه اعمل ايه؟ هدف ايدي. وده الكلام اللي هتعمله دلوقتي. هدف ايدك وبعد كده بص هعمل اجيب الصم صباعي الكبير واجي اضغط عليه. اشمعنى الصم؟ سؤال صح. اكتبوا ان في مور ارتيريال سبلاي. البلاد سبلاي اللي راح للصم كتير ولا لا؟ اكتر من بقيه الفينجرز. يبقى اول حاجه هدفي ايديا كويس قوي
بعد كده اجيب الطن. بص بقى هعمل ايه الطن بقى؟ اجي اضغط على الصباع اليمين، اضغط عليه قوي. شايفين انا لما اجي اضغط عليه ناحيه البون، اجي للبون، صباعي ده بيتحمر ولا لا؟ اه بيتحمر. واجيب بايدي اليمين معايا الشكاكه بتاعتي. هتجيب شكاكه دلوقتي. دي اسمها ايه يا دكتور؟ اسمها لانسنت. هتجيب الشكاكه وهنقول كل الكلام. هتجيب الشكاكه دلوقتي ونجيبها وتشك صباعك شكه قويه وسريعه. شكه قويه وسريعه. ليه بقى؟ في ناس بتجيب السن بتاع الشكاكه اللي هو الابره ده، السن يقرب السن قوي من صباعه. عارفين يقرب؟ لا منه شك صباعه جامد ولا منه اساسا بعده عن صباعه. يحاول يقور. طبعا الحركه دي ما بتنزلش لطف، لازم البريك تبقى سترونج اند رابيد. طبعا الكلام ده بجد هتعمله. اللي خايف يشك نفسه النهارده هشكه. لازم تعملوا تجربه، لان التجارب العملي مهمه جدا، لازم تعملوها ولازم تشوفوا الكلام ده. لا ما هو لازم تكون جايه جاهزه، اوضه اللي جابتها اللانس جايه جاهزه. احنا سمعنا ان هي احيانا ما بتبقاش موجوده. لا 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 موجوده. لا لا مش موجوده، جايه جديده. لا مش مستخدمه جديده وبلد زي عارفين خطا من فوق. لا محدش استخدمها. لا يا جماعه احنا يعني لازم يبقى في نوع من الحرص. ركزوا بقى معايا. يبقى اول حاجه عملنا ايه بايدينا؟ دفينا ايدينا، جبنا الصباع الكبير وضغطنا عليه قوي وشكيت نفسي شكه جامده. انا عايز انزل كام نقطه دم على الفرد؟ ثلاثه. يبقى لما هتشك نفسك اول شكه وتكون شكه محترمه، لازم بعدها تبص ويز ذا ثمب، لازم اعصر صباعي. عايز انزل دم كافي. يا جماعه الموضوع مهم. يبقى تاني حاجه لازم اعمل ايه بقى؟ سكويز ذا ثمب، اعصر صباعي. ده انا مش هنزل نقطة دم واحدة، لا هنزل ثلاث نقط. ارسلوا بقى النقط، ادي نقطة وادي الثانية وادي الثالثة. وفي بقى غلطة الطلبة في العمل ايه؟ هو حط لك الأول الأنتي ولا لا؟ أنت لما تحط نقطة الدم اوعى إيه تحطها على الأنتي، لأنك لو حطيتها كده فأنت هتقتل صباعك اللي جنبها. يبقى نقطة الدم تتحط فين؟ جنب الأنتي. انت لو حطيت على الانتي ايه؟ مش تنزل صباعك على اللي جنبه. يبقى انت كده عملت ايه؟ خلطت الانتيهات ببعض، اه ولا لا؟ يبقى انا بعمل ايه؟ نقطه الدم جنبه، وبعد كده جنب النقطه الثانيه، وبعد كده جنب الثانيه. في اي حاجه صعبه؟ معلش يا دكتور، انا دي مهمه. الدم دي زي الدروب برضه؟ لا مش الدروب. لا انت هتيجي تعور صباعك. لا يا جماعه لا، بص انت بتعور صباعك، مش بيبقى في نقطه دم موجوده. اعمل ايه بعد كده؟ ونزل النقطة الأولى. لما نزل النقطة الأولى شيء طبيعي أكيد الدم بتاعك ممكن ينشف شوية. تعمل إيه بعد كده؟ سكويز تاني، مش مشكلة. ونزل الثانية، سكويز، ونزل الثالثة. وأوعى نقطة الدم تيجي على الأنت. ينفع يا جماعة، ينفع تحط الدم الأول. طب أنا ليه بدأت بان انا احط الانتي الاول؟ بيحصل ايه في الامتحان؟ ما احنا لازم ندربكم بالنهايه العلم. في الامتحان انتوا كطلبه بتخشوا في جروبس سنوات معينه. يجي بتاع من الترابيزات دي دايما موجود. يجي هو يحط على الترابيزه دي السلايد. الفني بيحط السلايد. هو طبعا مش الفنان تخلص التجربه بتاعتك تحط الدم وتحط لك بعد كده الانتي. ما في كذا تجربه، هو بيخلص العمل كله. فايه اللي هتحله؟ هحط الانتي الاول وانت تقف عند الترابيزه دي، دي التجربه بتاعتك كده. دورك بعدها تحط الانتيجين بتاعك، فاهم قصدي؟ انا معاك انت ممكن تحط نقطه الدم الاول، بس اللي بيحصل ايه؟ هو بيحط الانتي الاول عشان يخلص بقيه التجربه. كده في اي صوره اكتبوا الخطوه اللي بعدها. انا هنا حاجه عندي العمل. ايه الخطوه اللي بعدها؟ عايزين نقلل الانتيجين بالانتي بطي. مش دم فيه انتيجين ولا لا؟ يا جماعه الدم بتاعي الانتي، والانتي بودي جاي جاهز الثلاث ازايز دول. يبقى هنكتبه بقى النقطه الثالثه بقى هنعمل ايه؟ ميكس. ودي مهمه، لازم تقلب. طب هنقلب بايه؟ اللانس بتاعتي يا جماعه، الشكاكه اللي انا شكيت نفسي ليها، الشكاكه دي فيها فلفل صح؟
وفيها الناحية الثانية عليا. أجيب بقى الناحية اللي ما فيهاش الثاني دي وأقلب الأنتجين بالأنتي بودي بالمنظر ده. أقلب قلبت الاثنين دول. أنت لما تيجي تقلب عايز أسألك سؤال بقى في العمل. أنا قلبت النقطة الأولى في بتاع الغلط إيه؟ هل أقلب ده بنقص ولا لازم أمسح بطنة؟ لازم اكتبوا بقى معايا بعد الميكس الكلام ده بجد مش هزار. امسح بطن. أما قصدي أقول بالعربي ليه؟ يا جماعة ده عملي لازم تبقى أنت خارج فاهم الموضوع. مش لازم كل حاجة نقولها بقى بمصطلحات علمية. ويب أوف ويز أ سمول بيس أوف كتب. عايزة من الآخر. بلا ويب أوف بلا بتاع. هنعمل إيه بعد كده؟ امسح بطنك. يا جماعة أنتوا معايا ولا لأ؟ ركزوا لأن الكلام ده هو اللي أنت هتعمله. طب ليه يا دكتور امسح بطنك؟ افرض أنا غلطت وما مسحتش. قلبت ده ونقدم الانتي ده على الانتي اللي جنبه ينفع؟ لا. على فكره في نقطه مهمه جدا في العمل. انت بتعمل التجربه، الدكتور بيشوفك لو الاستاذه اللي بتحكي انت بتعمل ايه؟ بيسيبك تكمل لوحدك وعلى هذا الاساس خلي بالك بيقيمك. عرفت ان انت ما مسحتش هيقول لك ايه؟ خلصت؟ كان حصل يا جماعه في الحلقه اللي فاتت كل واحد انا خلصت وايه نتيجة التجربة؟ هتقول انا غسلت دم ايه او بي او ايا كان بوزيتيف او نيجاتيف. يقول لك انت شغلك اساسا غلط، انت ليه ما مسحتش بعد اول ميكس؟ ما تقدرش تقول ان كلامه غلط، فاهمين قصدي؟ كل نقطة وكل خطوة ليها انا بستنى فيها عشان تبقى انت فاهمها كويس، يبقى انا همسح. طب عملت كده في الثلاث نقط، ايه النقطة الرابعة؟ تبقى النقطة اللي بعدها. نعمل شيكينج للسلايد، يبقى شيك ذا سلايد. ايه فكره شيك ذا سلايد؟ بمنتهى البساطه اعتبروا ان دي السلايد بتاعتي. وهنعمل الكلام ده على حد من زمايلكم قبل ما انتم كلكم تشتغلوا. قبل السلايد، عارف شيك يعني ايه؟ هزها هزه بسيطه. في ناس بتعمل غلطه وحشه قوي. يمسك بالسلايد شيك شيك يطلب كل حاجه بيعمل شيك ضمير قوي. لا انا عايز الشيك يبقى ايه؟ تبقى جنتي بالراحه الشيك كده يعني عارف ازاي هزه بسيطه. قلبنا هيت السلايد يا جماعه الهدف ايه؟ كده يبقى الهدف الشيك ايه؟ عايز الانتش رياكت عنده معلش بقى ده هدف الشيك. سؤال نعمل يا دكتور شيكينج لمده قد ايه؟ تبقى تقريبا 1 مينت دقيقة. طب دكتور هو انا بعمل ليه شيكنج اصلا؟ مش انا قلبت الانت مع ال عايز اضمن ان عندي عايز يعني الرياكشن ايه؟ عايز اديله وقته. طب هو اصلا كتير قوي النقط اللي عندي عشان اقعد يعني هي كتير قوي كده؟ هي حاجه صغيره على السلايد بس بره لا مش انا هشوفها دلوقتي. لان النقطه اللي انت حاططها على السلايد اللي هي الانت نقطه معقوله. عارف هي بقعه كبيره ولا هي صغيره قوي؟ لان في نقطه لو انت حطيت انتي وات كبير على فكره زميلكم بيتنا سؤال حلو. لو انا حطيت يا جماعه نقطه انت كبيره نقطه من الانت نقطه كبيره عارف انت مضطر تعمل ايه؟ تكتر الدم. ليه؟ لو انا ما كترتش الدم ممكن نقطه الدم بتاعتك تبقى مخففه قوي مش كافيه ان يحصل رياكشن يبقى حكمك على فصيلتك غلط. او الدم ممكن يبقى اكتر قوي برضه غلط. انت بتحاول تخلي ايه؟ نقطه الانت اللي نازله عشان كده انت تشوف احنا هنعمل ايه؟ لما نزل نقطة زرقاء أو صفراء أو بيضاء بتبقى إيه؟ يعني معقولة لا كبيرة أوي ولا صغيرة أوي. طب أنا كده فعلا محتاج إن أنا أحط الدم الأول. لأن الدم يعني مش هتحكم فيه زي ما هتحكم في الأنت. هتشوفوا الكلام ده دلوقتي ومش شرط. لأن أنتوا هتشوفوا وإحنا بنحط الأنت وأنا بتاعت الفم دلوقتي هتشوف إحنا إزاي بنتحكم إن الأنت قدر الإمكان بتبقى معقولة. بنتحكم في الدروبر اللي إحنا بننزلها النقطة دي العادية. بصوا بقى عملنا شيك انا قلت المده كام؟ دقيقه تقريبا. اكتبوا ما عدا ما عدا الانتي دي. الانتي دي يا جماعه عشان احكم على الرياكشن بتاعه محتاج على الاقل تبقوا ثلاث دقائق. ثلاث دقائق الانتي دي. طب يا دكتور اشمعنى؟ اشمعنى؟ الانتي دي انت احتمت مده اطول ما فيهاش بأمانة تفسير. يعني لما جينا عملنا التجربة دي كلامنا هتشوف السكشن النهاردة هتوريني الأنت دي. يا دكتور أنا مش شايف تفاعل حصل. وهنقول التفاعل يعني دلوقتي هقول لك استنى
عليها شويه دقيقه او دقيقتين كمان تجيبها لي تاني هي نفس الفصيله بتاعتك. اقول لك بص التفاعل حصل يا جماعه انتوا معايا، دي الخبرات اللي احنا لقيناها. طيب انت كده خلصت كل حاجه، قول لي بقى الرياكشن يبان في صوره ايه؟ تبقى معايا اخر حاجه الرياكشن. التلاتة على نفس السلايد. لا بس في نقطة بقى، التلاتة على نفس السلايد احنا اتفقنا في نقطتين، لما اجي احط لك نقطة الأنتي ما تبقاش كبيرة، عارف لو كبيرة هيخش كلهم على بعض، أنا بحط على الطرف دي نقطة معقولة زي ما أنا عارف، والطرف في النص، في النص والطرف ده، فأنت لما أعمل شيكينج كل واحدة أحافظ عليها في مكان، عارف شيكينج ببساطة كده بالراحة. لو انت كترت الانتي قوي، انتي ايه كبرت والانتي دي إيه؟ ممكن الشيكنج انا معاك يدخلوا في بعض، مش هتوصل لمرحله يخشوا في بعض. احنا هنعمل شيكنج للنقطة البيضاء من غير ما شيكنج للنقطة البيضاء كده. هتعمل شيكنج للثلاثة مش كده؟ ايوه للثلاثة يا جماعة. انتوا فاكرين الشيكنج بعد أول نقطة ده؟ مش أنا عملت ميكس ده ومسحت، وميكس مع الأبيض ده ومسحت، وميكس الثلاثة عملت ميكس للثلاثة. بعد ما خلاص قلبت الثلاثه اعمل ايه؟ شيك للسلايد دي الثلاثه. انتوا فاكرين ان الشيك بعد اول ميكس؟ لا دي الثلاثه. اقعد ثلاث دقايق. ايوه ثلاث دقايق. اقعد ثلاث دقايق لكل مقطع. الانتي دي بالذات يعني انت عشان تحكم عليها حصل تفاعل او لا بتضطر تستنى عليها ولا تقطع. الرياكشن اللي انا عمال اقوله الصبح يساوي اجلوتينيشن. طب النقطه يا دكتور بقى المهمه اللي احنا عايزين نعرفها، الاجلوتينيشن يبان ازاي في العملي؟ الله سهل، صوره من صورتين، يا اما تبقى الصوره الاولى يا اما تبقى الصوره الثانيه، ما لهاش اي علاقه. بص الصوره الاولى بيبقى شكلها ازاي؟ بص اعملوا لي المنظر ده، نقطه بالظبط ورقه. يعني ايه معنى الكلام اللي عايز تقوله؟ يعني انا هاجي قلبت السلايد، الدم بتاعنا يا جماعه لونه احمر تمام؟ مش قوي خلاص قلبت يا جماعه، فالدم لونه احمر تمام؟ جيت انا ببص على البلاط بتاعي ده بقى سواف، لقيت ان الدم ده جواه حاجات اسمها ساندي ابيرنس. ساندي ابيرنس كاني جبت بالظبط توسط المراجع تراب وحطيته جوه البلاط. بجد الكلام ده هتشوفوه النهارده. يعني هتلاقي الدم السائل العادي الفلويد العادي جواه ماضي. معنى كده اللي حصل ايه؟ بين الانتيجين والانتي ماضي. لو المنظر ده لقيته مع الانتي ايه؟ يبقى انت حصلتك بي 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 على حسب. لا احنا متفقين في بدايه السكشن. لو انا حصيلي دمي ايه؟ ركزوا معايا، حصيلي دمي انا ايه؟ يبقى انا عندي انا نوع من الانتيجين؟ بي ايه؟ لا بي ايه؟ مع انتيجين. لو انا حصيلي ايه؟ يبقى الانتيجين بتاعي ايه؟ ايه؟ واتفقنا، ركزوا معايا، اللي فصيلي دمه ايه؟ ما عندوش انتي بي. انتوا معايا ولا لا؟ ما عندوش انتي ايه؟ تاني يبقى نقول ايه؟ نقول لك ايه؟ لو انا دلوقتي فصيله دم ايه؟ يبقى عندي انتي نوع ايه؟ ايه؟ يعمل تفاعل مع مين؟ مع الانتي ايه؟ الانتي ايه مش اللي انا مش اللي هو جسمي اللي موجود على القلب كده. انتوا معايا؟ طب لو الكلام ده حصل مع يا جماعه الانتي بي مع الانتي بي بس يبقى انا عندي يا
جماعه انا بيه انا بيه انا عندي بيه وانا وصلت بيه اه عندي ايه وانا وصلت دي ايه حصل مع الاثنين ما حصلش بلا او ما حصلش عامل ده لا ما ده كده كده حق الابيض يا جماعه مش فاهمنا الابيض لازم اعمله ليه؟ عشان اعرف انا بوزيتيف ولا نيجاتيف يا جماعه مش انت بتكون فصيله دم ايه موجب او سالب بي موجب او سالب الابيض ده مش اختيار قوي حاجه اعمله حاجه اعمله الانتيجين اللي انت عندك انتيجين ايه؟ ايه ده بقى الانتي بودي للانتيجين بالظبط كده يبقى انت حطيت ده نفس الشيء كده يا جماعه اقولها تاني ولا وصلت؟ وصلت ده الشكل الاولاني انت هو معايا الشكل الثاني الشكل الثاني بان كده رجل السن مكلكعه صحيح ار ديزيز نجمع مكلكعه صحيح نقولها تاني عشان اللبس تاني يا جماعه لو انا فصيله دمي ايه؟ ورا ورا يبقى انا عندي انتيجين ايه؟ انتيجين ايه؟ انا ليه بركز على الانتيجين؟ لان انا محطوط في عرض سلايد جمع الانتيجين بتاعي صعبة؟ لو انا فصيلة دمي بي عندي انتيجين بي صعبة؟ هو ده عايز اقوله ايه اللي انت المنظر اللي انت رسمته؟ لو انت جيت قلبت السلايد وعملت شيء ولقيت فجأة الريبتلز كلكعت في بعض بنسميها بلانزا يعني بلانزا تجمعات يا جماعه الكلام ده لازم تبقوا عارفين بتتشال ما النهارده هتشوفوا الكلام يا اما تشوفوا المنظر ده يا اما تشوفوا المنظر ده لو ما لقيتوش الاثنين يبقى مفيش ابيوتينيشن يبقى يا كده يا كده اشمعنى انت يكون عندك كلام او زميلك عنده ساندي ابيرنس مش فارقه معايا انا فارق معايا ايه؟ رياكشن ولا لا؟ صعبه القصه؟ ناقص بقى بالظبط خمس دقايق ويبقى السكشن ده ايه قصه الانتي دي ودي بتتسال في امتحان العمل تبقى اخر حاجه الانتي دي ده قصته بص عشان الموضوع يبقى سهل هقول كلام انتوا كلكم عارفينه من ثانوي سمعتوه في المحاضرات هرفع اسئلتكم بس خلاص ازاي كده ومنتشر قالوا ما دام في حاجه موجوده في معظم الناس ما تيجي نسميها ار اتش اي بوزيتيف طب نفترض ان انا واحد جاي الريتسنز بتاعتي على صفحتها انتيجين بس مش كامله رمزوا له بالرمز ايه؟ دي سمول هما ليه رمزوا كابيتال وسمول؟ هما اتبعوا في العالم كله. الحاجه المنتشره ما تيجي نديها رمز ايه؟ كابيتال ليتر. والحاجه الاقل في الانتشار اديها رمز سمول. انا معاكم هتقولوا طب وليه العك ده ما كانوا يختاروا حرف وحرف تاني؟ لا هما مسوها كده. الدي سمول ده رمز ليه؟ للار اتش موجب ولا سالب؟ سالب. هقول حاجه بسيطه قوي. الناس اللي عندها ار اتش نيجاتيف عندها ايه نوع من الانتيجين؟ دي سمول هل عندها الانتي بادي بتاع كابيتال؟ لا طبعا لا مش انا دي سمول انتيجين معنى كده ان انا ما عنديش المضاد بتاع يا جماعه بص صح فانا المعلومه اللي عايزكم تكتبوها بقى ايه؟ ان النيجاتيف هاز نو انتي دي كابيتال دي نقطه في العادية اه ولا لا؟ نيجي بقى نقول القصة اللي كلكم عارفينها. هنقولها بقى بسرعة ركزوا معايا عشان هنعمل العمل. الأم اللي ار اتش نيجاتيف معروف؟ جوزت راجل ار اتش بوزيتيف. البيبي الأولاني طلع ار اتش بوزيتيف. بوزيتيف دي يعني هو شايل أي نوع من الأنتيجين؟ دي كاملة. اختلط دم البيبي بدم الام في اثناء الولاده بنفصل حاجه بين الام والبيبي في اسمها لاسنتا لاسنتا دي اللي هي بتوصل البيبي بالام وهو دكتور النساء بيفصل اللاسنتا بيحصل بليدنج او نزيف اختلط دم البيبي بدم الام البيبي ده يمثل ايه؟ دي كابيتال الام عندها الانتي بتاعه؟ لا الفيرست بيبي يتولد في مشكله ولا يتولد عادي؟ عادي يبقى الفيرست بيبي بورن نورمال كلنا عارفين دي المشكله في ايه بقى؟ الام عندها حاجه اسمها اميون سيستم خدتوا اميونيتي في المحاضرات لا لسه اللي هي المناعه ايه فكره المناعه؟ اي حاجه غريبه بتدخل جوه جسمك
اول ما تدخل انت مش عارف حاجه عنها. ما هو ده في البيت ده كريم على الام. الام كونت ايه؟ انتي بادز. بعد ولاده البيبي الاول عايزكم بقى الجمله دي تتكتب ذا مذر فور انتي بادز. الكلام ده يا جماعه ما فيهوش هزار من فين؟ كونت الانتي بادز امتى؟ هتكتبوا بقى دي افتر ديليفري. على فكره ديليفري معناها الولاده. بعد ان في كلمه لازم تكونوا عارفينها. الولاده عندنا كمصطلح علمي ليها معنى ايه؟ ديليفري او حاجه اسمها ليبر. لازم تكونوا عارفين الكلمه دي. عشان في الامتحان لو قال لك ديليفري او قال لك ليبر يعني ولاده. لازم تكون عارف المعنى العلمي. بيتكون الانتي بادز بعد الولاده في وقت قد ايه تقريبا؟ يومين. برافو عليك 48 ساعه. يومين. صح. كلام صح جدا. يعني هي بتكون الانتي بادي بعد ولاده البيبي الاول بيومين. طب هي الدكتور بتكونه ليه؟ عشان نستدام سجل بيبي. لو البيبي الثاني طلع برضه ار اتش مضرب واختلط دم البيبي الثاني بدم الام نفس الحوار اللي حصل مع فصل البلاسينتا مش قلنا بيحصل نزيف. في الحاله دي هيبقى في رياكشن ولا لا؟ مع البيبي التاني. ايه حل الموضوع؟ انا عايزكم تكتبوا بقى ازاي نمنع الرياكشن؟ هو كده بالعربي ازاي نمنع الرياكشن اللي هيحصل؟ بالظبط. لو حصل رياكشن ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نفكر. الام طلعت انتي بادي ضد البيبي ده هتعمل ايه في الريد بلاد سيلز بتاعته؟ هتكسره ولا لا؟ يا جماعه مش هو داخل جوه دمها اتكسرت بالعقل. يبقى عدد الريد سيل بتاع البيبي قال ولا ما قالش؟ قال. يحصل انيميا ولا ما يحصلش؟ يبقى اول حاجه اكتبوا له دم البيبي داخل جوه دمها يعتبر انتجن عليها راح كده مكسراه مطلعها ضده انتي بادز. يبقى اول حاجه نكتبها في الرياكشن ايه؟ انيميا. اه ولا لا؟ انيميا. كلنا عارفين يعني ايه انيميا؟ الريد سيل كاونت عباره عن ايه؟ قل جدا. صح. زميلكم قال جمله ولازم نبقى مركزين فيها. الريد سيلز هتتكسر. ايه اللي جوه الريد سيل؟ هيموجلوبين. برافو عليك. الهيموجلوبين ده هيتحول لصبغه ثانيه. قبل ما نقول اسمها الهيموجلوبين ده عباره عن بيجمنت ولا لا؟ يا جماعه صبغه. الصبغه دي اتحولت الى صبغه ثانيه. اسم الصبغه الثانيه اللي بيجمعوا مع بعض بيليرو. حد عارف يعني بيليرون؟ الكلمه دي يا جماعه ليها معنى لاتيني. الطب كله باللغه يا جماعه اللاتينيه القديمه. روبن باللغه اللاتينيه القديمه معناها اصل. يعني باللغه بتاعتهم القديمه معناها ايه؟ عشان كده سموها بيلي روبن. عارفين روبن حاجه صفرا. طب سؤال بقى، البيلي روبن ده هيزيد في الدم ولا لا؟ ايوه. هيوصل لفين؟ هيوصل المخ، هيوصل البرين. يعمل ايه في البرين؟ بالظبط. ودي الكلمه الاخيره بقى، يعمل تخلف منتال ريتارديشن. يعني ده شكل التفاعل اللي زميلكم بيسال عليه. السؤال ده مهم. ايه اللي هيحصل؟ ارسيس وتتكسر. انيميا، وبعد كده الجونس نتيجه زياده مع البيليروبين. والبيليروبين عدى ووصل للبرين، عدى من الدم، عمل لي تخلف عقلي اسمه منتال ريتارديشن. يا عايز هو؟ طيب نعمل ايه بقى عشان نمنع المشكله؟ صح. ندي الام بقى ايه بقى؟ صح. بس في نقطه بقى ركزوا معايا، انا عايزها ما تكونش انتي دي. اه ولا لا؟ فهديها حقنه. بص هو الحقنه اسمها ايه؟ انتي. انتي يعني ايه؟ مضاف ار اتش انتي بادز. يعني ايه بقى معنى الكلمه دي؟ عشان الكلام ده احنا بص ار اتش انتي بادز مش انتي دي اللي هي طبيعيه. انا عايز اعمل ايه؟ امنع الانتي دي اللي انت هتكونيه. بس لازم اديها الحقنه في وقت قد ايه؟ خلال 48 ساعه. برافو. لو اديتها بعد كده خلاص الجهاز المناعي بتاع الام ولسه بتاخد يعني مناعه كوميونتي كون بقى ايه؟ ملايين الانتي بادز. لا كده انت منعت
حاجه اسمها اللي هو تي سيلز، عارف اللي هو الليمفوسايتس خلايا. انا كده معاك، عشان كده معاك الانتي بوديز اللي بتطلعها الليمفوسايتس. ايوه بس كده برضه الجسم بيكون ميموري سيلز. ايوه بس في نقطه، هو بيكون الميموري سيلز دي، عارف يعني ايه فكره الميموري؟ الميموري معناها حاجه انا اتعرضت ليها وكونت ضدها انتي بودي، لو اتعرضت ليها مره ثانيه زي فيروس او اي حاجه انا فاكر حاجه غريبه. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا بنمنع ان هي اساسا تعرف تتعرف على الحاجه دي. ما عشان كده خلينا في المحاضرات ان انا بديله انتي يعني ار ار اتش انتي بوديز على طول. لا انت لازم الاول تدي الانتي ار اتش. بس انا لو اديت الانتي دي على طول مش هيمسك الانتي دي على طول. ساعتها انا هيمنع من المضاد اصلا ان هو يرتاح ان في كفار اورجانيزم مثلا. ايوه بس في نقطه، بس لو الافكتيف ليها انا مش عارف اقول لك موضوع الافكتيفنس يعني. الافكتيفنس طبعا كلامكم صح. يعني ايه موضوع الافكتيفنس؟ الفعاليه اكتر ان انت تعمل ايه؟ تمنع المشكله قبل حدوثها. ان انا امنع ايه؟ مش انت عايز تفتكر ان في حاجه دخل جوه جسم الخلايا الذاكره اللي هي ميموري سيلز. طب وليه انت يا ميموري تشتغلي؟ ما انا من الاول همنع الحساسيه دي. تبقى صعوبه ناقص بقى اخر حاجه اللي احنا قلناها، عايزين نعمل العملي دلوقتي. مين اللي هيتبرع ونعمل عليه التجربه؟ سيب لي عندي سؤال. طب دلوقتي لو جت المره الثالثه هي خلاص هيبقى عندها ميموري سيلز للانتي ار اتش انتي بوديز، تمام، فهاجم الانتي ار اتش انتي بوديز مش هيبقى افكتيف. لا ما في نقطه، انت بتبص على الولاده المتكامله تقعد تفتكر ان الحوش مش هتبقى صح، هيبقى انت مضطر بقى قبل ولاده البيبي الثالث او تفضل تدي مش هيبقى افكتيف. لا لا هتبدا هيبقى افكتيف ايه قرب معاد، يعني عارف التايمنج اللي فيه الولاده. انت سؤالك لو انا اديت الحقنه دي انت قصدك اب بعد ولاده البيبي الاول هتفضل افكتيف معايا في الثاني والثالث والرابع؟ لا، ما كل دواء انت بتديه كل جرعه ليها تايم فاكتور. انا قصدي انه هو يعتبر فيها كفرن بودي في المره الثالثه مش المره الثالثه. المره الثالثه كده هيبقى هيبقى ديفايد الجسم هيحاول ما عشان مش انت فاهم قصدي اللي انا عايز اقوله ايه؟ انت دلوقتي لازم تفضل الحقنه دي باستمرار لسبب عشان تمنع السنسيتيفيتي، كل شويه تمنع السنسيتيفيتي مش مره وتعيش عليها مولدتين وثلاثه قبل الفشل. مين يا جماعه عمل التجربه؟ على فكره يا جماعه سبيلكم بيسال سؤال في الانتي دي بيحصل برضه الكلام او الساندي ابيرنس؟ ايوه يا جماعه، ما هو فكره الكلام او ساندي ابيرنس حصل ايه؟ رياكشن. لو حصل مع الانتي دي يبقى انت عندك اي نوع من الانتي؟ يبقى دي كابيتال انتي، مش انا انتي دي كابيتال. لو حصل رياكشن يحصل مع مين؟ مع دي كابيتال التابع ليهم، يبقى انت ار اتش ايه؟ بوزيتيف. تاني لو انا عملت مع الانتي دي قلبت القصه اللي انتوا عارفينها وقلبت الستايل لقيت تفاعل حصل ما بين نقطه دمي والانتي دي، يبقى انا نقطه الدم بتاعتي فيها انتي نوعي دي كابيتال ولا دي سمول؟ سمول. لا مش لا النقطه اللي محطوطه الانتي دي كابيتال، تمام. انتي اللي محطوط دي كابيتال، حصل تفاعل يبقى انت الانتيجين اللي عندك دي كابيتال. طب ودي كابيتال فايد ولا لا؟ ساكن في معظم الناس، يبقى ده ار اتش ايه؟ بوزيتيف. يا جماعه فهمتوا الفكره؟ يلا هنعمل على سمنكم ثواني بس نجيب السلايد. ادي السن اهو، وادي الضاء ده اللي انا بقول عليه مش انا بقلب بيه، انا بقلب بده. بصوا بقى انا هعمله ايه؟ اهي بصوا هجيب زميل. طبعا المفروض في الامتحان ايه اللي بيحصل؟ انت اللي بتشق صباعك وتعمل القصه اللي قلنا عليها وتدف ايدك وتعصر القصه اللي قلناها. تجيب اللنس بتاعك؟ لا، لنس بيبقى جاهز. هو بيتكلم على قلم السكر، تقدر تجيب قلم سكر. مش ممنوع. تقدر تجيب قلم السكر. قلم السكر فكرته ايه؟ شكه بدون قلم. يعني هتحط القلم كده، طبعا في سنون من تحت زي مرضى السكر. تيجي انت هتنزل نقطه دم، طبعا ما بتبقاش كتيره من الاول، دورك ان انت بصوا بقى يلا بصوا كده. كلنا بصوا بقى كلكم احمر شايفين انا عملت ايه؟ ضغط صباح احمر اهو. بص اجيب دي اجيب اطمنه بصوص كده فيه. اتفضل يا دكتور. الموضوع بلاش
يا نهار ابيض اهي. بص بقى احنا اتفقنا ان ممكن احط نقطه الدم الاول او احط دي الاول كده. ايه نقطه الدم الاول؟ النقطه الاولى. يلا بصوا بعد كده صح. انا عايز طب محتاج شكه ثانيه يا دكتور بسرعه. لا الشكه دي مش حلوه. ايه وبعد كده لقيته ايه؟ بصوا لقيت ان انا لازم تاني. مش عندك هيموفيليا ولا ايه؟ دكتور عندك هيموفيليا وديه للمستشفى دلوقتي. اهي شايفين انا عملت ايه؟ ثلاث نقط دم. طبعا لا خلاص نشف خلاص ثلاث نقط دم اهو. هتنشف صباع. بصوا احط ايه جنب كل نقطه يا جماعه؟ ركزوا بس معايا. هتحط القلب. بصوا بقى اهي. بس ممكن حد يمسك لي السلايد عشان ايه؟ مش هنفضل طالعين. عندك انت حاجه اهي يا جماعه ركزوا معايا. ادي النقطه، ادي الازازه لونها ازرق. الناس اللي شايفاها اهي الازرق مكتوب عليه انتي ايه؟ بسرعه الازرق انتي ايه؟ ما تقلقش. لا ده باس واي، ده موضوع دي قصه ثانيه. اهي احط بص ايه الانتي ما يبقاش كبير قوي. ليه ما حطوش عليها على طول؟ يا ابني بقى قلنا اتفقنا علشان ايه؟ لازم تحطه جنبها، ما تحطش عليها. ممكن تاخد اصل انت ممكن تاخد نقطه دم عارف مع الانتي تنقله ناحيه ثانيه او حاجه تبقى مشكله. لا افضل كده. بصوا بقى ركزوا معايا. وبعد كده اجيب على الطرف الثاني دي الاصل لونها ايه؟ الاصل انتي بي اهي. دورك تحفظ. بص هو بقى الفني بيعمل ايه؟ الفني وطبعا قلنا بيحط الانتي الاول. اجي انا اعمل كده اركز ان انا ما اكترهاش قوي. اهي شايفين تقريبا زي بعض. وبعد كده اجي على الابيض انتي دي اهو يا جماعه الابيض. اجي الابيض اهو تحفظ. هما ثلاث الوان ابيض دي ازرق او شفاف. خلي بالك ايه هو دي بي نفس اللون. بصوا بقى اهي اجي احط هنا تقريبا يعني زي بعض. بصوا بقى اجي عشان حطيت الثلاثه يا جماعه شيك الاول اقل. بصوا شايفين يحضروا لي بس قطنه معاك اهي. قلبت دي، قلبت الاصفر بده ولا لا؟ بعد ما قلبت اهو يا جماعه قلبت. يلا قطنه. حد بس يمسح بسرعه. كريم هنمسح اللي هي كريم سكويز. وبعد لا ما فيش سكويز. لا حطينا السكويز. هنمسح الثانيه شايفينها ولا لا؟ اهي تمام تحت شويه. يلا هنيجي نمسح نفس الفكره يعني اهي. وبعد كده الثالثه. بصوا مش انا عملت اهم شايفين كل واحده بعيده عن بعض. دي اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليها ممكن يحصل يا دكتور يخشوا في بعض اهي. بصوا بقى بعد كده انا دوري ايه؟ مش خلصت؟ شيك الثلاثه مع بعض. ننزل منكم اهو جنتي اعمل بقى شيك جنتي وربنا يسهل. على فكره تبتدي تبان وفعلا ابتدت تبان. بصوا هقول لكم تبان ازاي وهوري كل واحد بان ازاي. انت ايه بوزيتيف يا جماعه؟ مش ده اللي كان ازرق؟ ده الازرق حصل. يبقى بصوا هنقرب الناس اللي الاول. بصوا يا جماعه بصوا من تحت شايف في ايه؟ بكلم جد دم عادي ولا في حاجه زي شبكه كده؟ في شبكه في سلم فيها. بص انا بعمل ايه؟ اهي ما شفتهاش مرمله. ايه بوزيتيف برافو يا جماعه. مش انا مع الازرق. بصوا يا جماعه اهي شايف انا حطيت الدم في ناحيه اهي. ايه رايكم في الدم؟ المنظر ده. بصوا على اللي في النص كمان عامل ولا لا؟ عامل وفي شويه كلارك في النص في تجمعات حته حمراء كبيره. هي يا جماعه بص مش عليها بقى. صور بقى انت ايه بوزيتيف؟ للذكرى والتاريخ. طب بتاعته الله اكبر معموله ولا لا؟ تكبير اهي باين. هو يا جماعه ما تودوناش في ده هنروح في ده ايه كده؟ يبقى ده مع الابيض اهو بانت اهي. ادي الكلام وادي ده اللي انا انتوا عارفين انا ليه عملت الشيكك اهي. سمير اي ار اتش بوزيتيف. بصوا انا قلت لاثنينكم دي اهي باينه قوي شايف الشبكه؟ باينه باينه. ده دي كابيتال انتيجين. بقى زميلكم اللي كان بيسال اللي محطوط يا جماعه في الازازه البيضاء الشفافه انتي دي ايه؟ دي كابيتال. يبقى الرياكشن مع اني انتيجين دي كابيتال انتيجين. يبقى في الاخر الدكتور هيقيمك ايه في الامتحان؟ مش انت خلصت؟ ما بتروحلوش كده، بتحط السلايد على ورقه، ورقه عاديه، يقول لك يا ابني خلصت؟ اه خلصت. ايه فصلتك؟ قول له حضرتك ده الانتي ايه؟ وده الانتي دي وده الانتي بي. يبقى انت ايه؟ قلت له يبقى انا ايه؟ بوزيتيف. هو بيعرف على اساس اللي انت بتقوله. يعني انا هو الدكتور مش قاعد مش عارف ده اثر ولا ابيض ولا ايه. ما انت ممكن تحط الابيض على الطرف على
ان هو الانتي دي انت حر، لكن هي الفكره بالمنظر ده صعبه. انتوا هتعملوا دلوقتي كل واحد هياخد سلايد وانا دوري احط لك الانتي الاول، عايز تحط نقطه الدم الاول زي ما انت عايز، وتيجي تقلب ما شفت الطريقه، الطريقه بتاعتي سهله. ناقص اخر حاجه بقى الطلبه بيتسالوا فيها، اسم التجربه ايه؟ لا جروب. اي طالب هتساله يقول لك التجربه دي بتاعه البلاد جروبس. ايوه ما فيش غيرها، ده السلايد الوحيده اسمها سلايد تيست. سلايد تيست هو اسمها اهبل وعبيط، بس يا جماعه المهم ليه تعرف الاسم، لانه هيسالك خلصت التجربه قول لي اسم التيست حضرتك، دي بتاعه البلاد جروبس. ايوه ما انا عارف انها بلاد جروبس، ليها اسم سلايد تيست او سلايد